سلام الله عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في الطبيعة الغناء. يروى أن رجلا كان عطشانا جدا، وعندما مر بأحد الآبار أراد أن يشرب، وعندما هم بذلك زلت قدمه وسقط داخل البئر. انتظر هناك حتى مر به قوم وانتشلوه وأعطوه كأسا من اللبن، فشرب حتى ارتوى وارتدت له عافيته. وعندما انتهى سألوه: يا فلان، كيف حدث لك ذلك؟ فحكى لهم كيف سقط داخل البئر، لكنه لم يكتفي بالأمر وأخذ يمثل لهم كيف حدث له ذلك. هذه المرة زلت قدمه ثانية وهوى داخل البئر، لكنه هذه المرة هلك. أرأيتم؟ الإنسان لا يموت ناقصا عمرا، لكنه لا يجب أن يستهزئ بما ينتشر من الأوبئة والأمراض. وهنا تحضرني قصة للرسول صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه رجل ومعه ناقته وسأله: يا رسول الله، هل أعقلها وأتوكل أم أتركها وأتوكل؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: بل اعقلها وتوكل، حتى وإن هان الأمر يجب الأخذ بالأسباب. إلى اللقاء.